زاديت قصيره القامه، فاش زاديت زاديت برزقي. انا كان الحلم ديالي نكون خدامه في لابونك. السلام عليكم، معكم مريم حمويس، زايده وكابره في خريبقه، وسكنت في كازا هاد الساعه حيت عندي الخدمه في كازا. انا اطار بنكي وفي نفس الوقت بطله رياضيه في رفع الاثقال. ملي كانت الوالده حامله بيا مشاو كيديروا لي زاناليز، مي ما قالوش ليهم راه غادي تزاد قصيره القامه، قالوا لهم غادي تزاد شي انسانه بلوس كو مونغوليان. الطبيب قال لماما واش تحيدوها، وبابا اعترض قال لهم لا، انا هذيك البنت كيف ما تزادت ليا بغيتها كيف ما هي. وفاش زاديت قصيره القامه، الطبيب جا عند ماما قال لها شوفي هاد السيده راه تزادت نورمال، غير هي هاد البيبي راه تزادت نورمال، غير هي من حاله خاصه، من انسان، من اشخاص قصر القامه. صافي ماما تقبلتها بكل فرح، بابا تقبلها بكل فرح، وفاش زاديت برزقي. انا من الطفوله ديالي وانا كنعيش عاديه، كنعيش مع ناس عاديين، كبرت في بيئه عاديه حيت انا الوحيده في العائله الكبيره ديالي قصيره القامه، يعني ما كيعتبرونيش انني انسانه قصيره القامه، كيعاملوني بحال هادي بحال هذا بحال هذا، ما دايرينش داك الفوارق. عندي صحابي كلهم طوال، صحباتي كلهم طوال، عشت بيناتهم لدرجه انني كنكون محبوبه وسط دوك الصحاب، دايره بلاصتي في كل شيء، راه في اي بلاصه كنمشي دايره بلاصتي. دوزت التكوين الدراسي ديالي عادي، دوزته مع صحاب عاديين، قريت مع ناس عاديين، تعتبرت انا انسانه عاديه، كنت كنقرا مزيان دايره مجهود، الحمد لله جبت الباك ديالي، قريت في الدراسات العليا. وابخي فاش كان واحد لو فوروم ديال لي زانديكاب، جيتي لا سول بيرسون لي تختارت من داك لو فوروم. انا كان الحلم ديالي نكون خدامه في لابونك، وداك الحلم تحقق من بعد، حيت الدراسات ديالي كنت في علوم الاقتصاد، وفاش درت علوم الاقتصاد كنت كنقول راه انا فاش درت هاد الشعبه الا وان انا باغا نخدم في لابونك. انا مشيت لرفع الاثقال، كنبغي نتحدى راسي بزاف د الحوايج. ملي مشيت لرفع الاثقال لقيت راسي كنعطي، ومن لا بروميير كومبيتيسيون انني خديت لا ميداي. صافي من تما وليت كنشارك في تظاهرات، وليت كنجيب دي ميداي باش كنوفق بين رياضتي والعمل. وقت العمل عندي بوحدو، وقت الرياضه عندي بوحدها. هي راه وقت العمل كيكون عندي بين 8 الصباح و 4 ونص العشيه، ومن 5 السبعة كتكون عندي اون سيونس ديال السبور. هذيك شوفات المجتمع راه ضروريه كتكون، ولكن انا هذوك الشوفات ديال المجتمع كنرجع لهم بابتسامه، ما كنخليش ان المجتمع يشوف فيا ديك النظره ديال قصار القامه، ديما كنرجع لهم بابتسامه، كنحاول ندير دي جيست اللي ما كنبغي نبين لهم كم كرة واخا قصيره القامه راه نقدر ندير اي حاجه ونقدر نوصل لاي حاجه. والديا هما اللي مدعميني، هما اللي واقفين معايا، هما اللي مخليني كنشوف الحياه لا في اون روز. الطموح ديالي انني نكون بطله رياضيه معروفه على الصعيد العالمي ان شاء الله، ونحقق كل كاع داكشي اللي كنتمنى، وربي ما كيخيب حتى واحد. انا راه كنعرف بزاف ديال الناس قصار القامه، وبسببي انا بسببي انا حيت عاشرتهم وخرجت معاهم ودرنا دي ميتين كاملين وداكشي، وبسببي انا ما بقاش عندهم تخوف من المجتمع، لقاوني انا واحد الانسانه ديما بوزيتيف. ما عمرني شفت كنشوف ديما لا فيون روز، ما عمرني قلت لهم لا ما دير اي حاجه ما نقدروا نديروها، ماشي هذيك الحاجه لا ما نديروهاش ما نقدروش نديروها، لا الا كافحتي راك غادي توصل ليها. راه ديك كتقولي ديك البلاصه ما غنوصلش ليها، لا راه تقدري ديري كرسي وتطلعي وتوصلي ليها، راه اي حاجه غتوصلي ليها. كيف ما كيقولوا كونطون فو اون بو.